السلام عليكم. انفجار غامض طال الفصائل المسلحة المقربة من إيران صباح هذا اليوم، والتفاصيل كانت قد تم تأكيدها من قبل وكالة الأنباء السورية سانا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وعدد من الوكالات السورية أكدوا التفاصيل الكثير مما جاء من هذا الانفجار، بل كانت هنالك لقطات نشرت لهذا الانفجار الغامض الذي طال أمده حقيقة. استمر هذا الانفجار لمدة ساعتين بهذا الشكل وهو يشتعل من طريقة الاشتعال، ترى بأن الانفجارات مستمرة، وهذا يوضح لك ببساطة بأن في هذا المستودع هنالك أسلحة وعتاد وصواريخ هي التي انفجرت بهذه الطريقة. كانت هنالك صور من عدد من الاتجاهات التقطت لهذا الانفجار الذي ترونه بهذا الشكل، وتفاصيل ما جرى ولماذا نحن نقول هذه المرة بأن هذا الانفجار كان غامضا. الانفجار في حقيقة الأمر جاء إلى غرب العاصمة السورية دمشق، هنا تقريبا بهذا الاتجاه. المنظومات الدفاعية السورية تابعة طبعا للجيش العربي السوري لم تعمل في التصدي على أي صواريخ أو طائرات، حتى المنظومات الرادارية الخاصة بسوريا أو تقرير قادم مثلا على سبيل المثال من القوات الروسية الموجودة في تلك المنطقة التي عادة ما تصدر العديد من التقارير التي تؤكد فيه بأن كان هنالك هجوما إسرائيليا، لم يظهر منها أي شيء. وطبعا كل شيء يؤكد بأننا لم نكن أبدا أمام هجوم بالطائرات الإسرائيلية عبر الجولان كما تحدث العادة، وكما طبعا تأتي في العادة هذه الهجمات الإسرائيلية. بعض التفاصيل جاءت من المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن من الممكن أن يكون هنالك هجوما بصواريخ أرض، لذلك الأمور اختلفت هذه المرة، ولكن أيضا لا تأكيدات ولا حقائق أو أدلة ملموسة بأن كان قد استخدم في هذا الهجوم صواريخ أرض، ولكن ما تم تأكيده بشكل واضح بأن المستودع الذي انفجر هو تابع لحزب الله اللبناني، وبأنه مستودع للذخيرة وللسلاح والصواريخ، وانفجر بهذا الشكل المفاجئ في نقطة جبلية وفي نقطة استراتيجية. من المفترض أن تكون طبعا هذه المنطقة هي تابعة للجيش العربي السوري، ولكن المستودع هذا تحديدا كان تابعا لحزب الله اللبناني، وهذا ما قد يرشح بأننا أمام عمل استخباري داخلي أدى إلى هذا الانفجار الذي نتحدث عنه. إذا ما أخذنا الأمور بتفاصيل أكبر لكي نعرف بالضبط ما الذي جرى، فكان هنالك سماع لدوي هذا الانفجار الكبير لثلاث مناطق كما جاءت التقارير القادمة طبعا من الداخل السوري وكما تحدثت الأوساط السورية. الكلام هنا عن منطقة الصبورة، كانوا قد سمعوا صوت هذا الانفجار، وهي منطقة تقع على الخط الرابط بين دمشق وبين لبنان، وهي منطقة استراتيجية مهمة. كذلك سمعوا الانفجار في قدسية وأيضا في مشروع دمر الذي ترونه هنا. لكن المثير بأن كانت هنالك صورا ملتقطة، أغلب الصور الملتقطة هي كانت قادمة من مشروع دمر بشكل مباشر، وهذا ما يوضح بأن الانفجار فعلا قد يكون قريبا من هذه المناطق الجبلية كما جاء بالوصف، بأن النقطة التي ضربت هي في منطقة جبلية هنا. وكانت هنالك صورة واضحة التقطت من مشروع دمر من أحد السكان هناك، التقط الصورة بهذا الشكل لطبيعة الانفجار، وهذه نوعا ما قد تساعدنا كثيرا في معرفة هذا الموقع وأين يقع هذا الموقع. وطبعا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المبنى الكبير الذي أمامنا هو مميز للغاية، مرتبط هذا المبنى يأتي متدرجا بهذا الشكل الذي نراه، وهو طبعا يوضح لنا بأننا يجب أن نبحث عن مثل هذا النوع من المبنى مع شارع بجانبه، أشجار طبعا يمينا وشمالا تأتي مقابلة لهذا المبنى مع هذه النقطة وهو موقف للسيارات، وبالتالي الانفجار جاء بهذا الاتجاه المستقيم. إذا ما وجدنا هذه النقاط سنعرف بأننا أمام انفجار جاء بهذا الشكل المستقيم. وأيضا في نفس الوقت يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المباني الثلاثة المرتفعة التي طبعا يظهر الانفجار خلفها، إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ أن هذه المباني تأتي متدرجة واحدة تلو الأخرى، وهذا المبنى تحديدا يبدو بشكل واضح بأن المستودع يأتي أيضا بخط مستقيم على مسافة لا بأس بها، وجرى وجاء ما جاء من هذا الانفجار. وطبعا المنطقة واضح
بأنها تأتي بين منطقة مرتفعة، جبال جبل يمين وشمالا، ويأتي وسطه هذا المستودع الذي طبعا ضرب وانفجر بهذا الشكل. بالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي على هذه المنطقة الآن وعلى مشروع دمر لكي نبحث عن مثل المبنى والموقف السيارات الذي تحدثنا عنه بتمشيط هذه المنطقة، ستجد هذا المبنى وستجد هذا الموقع هنا تحديدا. يجب علينا طبعا أن نأخذ 180 درجة، تظهر لك طبعا النقاط التي هي كانت ظاهرة في الصورة، لنقترب قليلا من هذه النقطة قليلا، وسنلاحظ فعلا بأننا أمام نفس العلامات التي تحدثنا عنها لهذا المبنى كما هو واضح. الشارع هنا، الأشجار واضحة، وموقف السيارات، وبالتالي الانفجار واضح أنه جاء في إحدى المستودعات الموجودة بين هذه الجبال أو هذين الجبلين طبعا بهذه الطريقة. ولكن طبعا دعونا نبحث عن الثلاثة مباني التي رأيناها الآن لكي نحاول أن ندقق بالضبط ونعرف أين يقع هذا المستودع الخاص بحزب الله اللبناني الذي تحدثت عنه هذه المصادر. من آخر المباني الموجودة مقابل المستودعات ستجد المباني التي تحدثنا عنها هنا واضحة أمامك، 1، 2، 3. بالتالي الآن أمامنا فرصة لمعرفة أين يقع هذا الموقع، وبالتالي إذا ما توقفنا هنا قليلا الآن سنلاحظ بأننا من هذا المبنى إذا ما سرنا بطريق مستقيم فالمبنى الوحيد، المستودع الوحيد، سيكون متواجدا هنا من بين كل المستودعات. فالانفجار لم يكن هنا ولم يكن هنا، لأننا تحدثنا بأن المستودع يأتي بشكل مستقيم من هذا المبنى الظاهر أمامنا، وبالتالي هذا يوضح بأن المستودع الكبير الظاهر بشكل مستقيم هو هذا المستودع، وهذا المستودع واضح جدا هو الذي استهدف وهو المستودع المقصود في جميع الأنباء التي تحدثنا عنها. وطبعا أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذا المستودع هو يتواجد في نقطة مثيرة للغاية، هو لوحده هنا، أنت لن ترى مبانيا أو مستودعات قريبة إلا مثلا مبنى صغير هنا أو مستودع آخر كبير هنا، أي أنه منفصل منعزل عن المباني الأخرى، لا يأتي شيئا قريبا منه، بل بالعكس أن هنالك خنادقا أو نقاطا للمنظومات الدفاعية متواجدة يمينا وشمالا من هذا الموقع الذي نراه. كذلك ما يعطي فكرة أكبر بأننا قد نكون فعلا أمام استهداف إسرائيلي استخباري هو أن منذ 8 أغسطس كانت هنالك رقابة على هذا الموقع الذي انفجر صباح هذا اليوم من قبل طائرات الاستخبار الإسرائيلي، طبعا من النحشون شافت تحديدا من السرب 122 الإسرائيلية، وهي تراقب، ظهرت بالرادارات بهذه الطريقة وهي تراقب العاصمة السورية دمشق. طبعا من طبيعة الحركة الخاصة بها كما تلاحظ هي تراقب بشكل مستمر وترى ما الذي يجري في دمشق. وأيضا في 9 أغسطس أي في اليوم التالي سترى كيف أن الرقابة ذهابا وإيابا لطائرات الاستخبار الإلكتروني الإسرائيلية تركز على دمشق وتركز على غرب دمشق أيضا، أي أنهم كانوا يراقبون هذه المنطقة. في 10 أغسطس طائرة النحشون إيتام أيضا للاستخبار الإلكترونية الإسرائيلي كانت قد ظهرت طبعا بهذه الطريقة تراقب دمشق، وبعد ذلك انقطعت مسألة ظهور هذه الطائرات منذ 10 أغسطس، وها نحن أمام انفجار لهذا المستودع الكبير. ما يثير أيضا الأمور حول أن هذا المستودع فعلا قد يكون استهدف على المستوى الاستخباري، وسنرى طبعا كثيرا من التفاصيل التي ممكن أن تتسرب على المستوى الصحفي. هو أننا في 7 أغسطس كنا أمام ضربات واضحة وأمام الجميع وأمام العلن من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أيضا على مواقع ومستودع آخر تابع لحزب الله اللبناني، كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان ضرب بهذه الطريقة طبعا الأسبوع الماضي، وكانت هنالك حقيقة نقطة قد تم تحديثها في القبر الصناعي وضحت طبيعة هذه النقطة التي انفجرت، وطبعا هي ليست بالبعيدة من النقطة التي نتحدث عنها الآن. وبالتالي إذا ما أخذنا على سبيل المثال النقطة لكي نتحدث عنها فإننا أمام منطقة عين منين وأيضا منطقة صيد نايا التي ترونها هنا، المستودع الذي انفجر كان في هذه النقطة وهي مستودعات منين كما يقولون عليها وكما يطلقون عليها. وبالتالي إذا ما اقتربنا من النقطة التي تم تحديثها من قبل القمر الصناعي سنرى ببساطة أن هذه المنطقة بشكل واضح، هذه هنا المنطقة التي ستراها الآن هي هنا بالتحديد كانت
قد انفجرت وكانت قد ضربت، وهذه هي سترى الآن التحديثات الخاصة هنا قبل وهنا بعد. لاحظ التغير الذي يأتي هنا في هذه النقطة وطبعا تمتد إلى هذا الاتجاه، توضح لك بأن الانفجارات كانت واضحة في هذه المنطقة وهنا تحديدا. بالتالي عندما ترى قبل في 3 أغسطس وفي 8 أغسطس أي بعد يوم من الانفجار، تلاحظ واضح جدا طبيعة الانفجار الذي جاء في نفس النقطة التي ننظر إليها. أي بما معنى بأن مستودع حزب الله الذي تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان هو هذا المستودع تحديدا، وقد تكون هذه المستودعات الجانبية طبعا قد تضررت، وتم تأكيد بأن هنالك سلاحا موجودا، بل حتى شخصية معينة مهندسا للسلاح كان قد قتل أساسا، أو مهندسا للصواريخ قتل في هذه النقطة تحديدا من هذا الاستهداف. واحدة تلو الأخرى هذه الانفجارات التي دائما ما يتحدث عنها المرصد السوري أو غيرها من وكالات الأنباء تؤكد تبعيتها ولمن هي تابعة. المثير بهذا الأمر طبعا بأن هذه الأمور وهذه التطورات، وفي ظل هذه التطورات أيضا هنالك تقارير سرية بدأت تطفو على السطح من قبل الجانب الإسرائيلي. إسرائيل ريدار اليوم نقلت عن معهد دراسات الأمن القومية الإسرائيلي INSS، أكدوا بأن سوريا لا تمتلك فقط الآن مواقعا خاصة فيها أو تتواجد فيها الأسلحة الكيماوية، لا أبدا، بل كشفوا لأول مرة بأن سوريا لا زالت تمتلك 50 كيلوغراما من اليورانيوم المنظم الخاص بالمفاعل السوري الذي ضربته إسرائيل في عام 2007. هذه معلومة لأول مرة طبعا تظهر بهذا الشكل. وأيضا في نفس الوقت أن هنالك معلومات استخبارية كانت قد نشرت من قبل الجروزلم بوست قادمة من معلومات استخبارية مشتركة بين السويد وبين هولندا وبين ألمانيا، أكدت من خلالها بأن إيران الآن أصبحت قريبة من القيام باختبار للسلاح النووي واختبار جهاز مرتبط بالسلاح النووي الخاص بها، أي تجربة نووية. هذا طبعا هذه المعلومات الصادرة بهذه الطريقة التي انفردت بها جروزلم بوست من معلومات استخبارية أوروبية كما تحدثت، هي تأتي متزامنة مع صفقة رأيناها مؤخرا من قبل الإدارة الأمريكية حققتها مع إيران مباشرة. طبعا إيران أطلقت سراح 5 أمريكيين أسرى مقابل إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية لأسرى إيرانيين، بالإضافة إلى دفع 6 مليارات دولار لصالح إيران، وهذه 6 مليارات هي من المليارات الموجودة طبعا في كوريا الجنوبية المجمدة، وهي أموال مستحقة لإيران، ولكن بسبب العقوبات لا زالت هي مجمدة حالها حال العديد من الدول التي طبعا تجمد فيها الأموال. وهذه الحركة وجدت إسرائيل بأنها ذاهبة إلى اتفاق نووي قادم قد نسمع عنه بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران. الأمر طبعا انتقدته العديد من الأطراف المهمة، على سبيل المثال رون دي سانتس حاكم فلوريدا وهو مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر من عام 2024، انتقد هذه المسألة، اعتبرها بأنها مكافأة لإيران، ستشجع إيران على احتجاز المزيد من الرهائن للحصول على المزيد من الأموال، بالإضافة إلى أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق كذلك ومرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قال ستستخدم هذه الأموال لبناء طائرات بدون طيار لروسيا وتمويل الإرهاب ضدنا. وبالحديث عن مسألة حزب الله والمستودعات التي تستهدف، فإن دير الزور 24 إحدى الوكالات السورية المهمة كانت قد أكدت بشكل واضح أن هنالك خبراء في حزب الله من الوحدة 127 وصلوا إلى دير الزور وبدأوا بتدريب الفصائل المسلحة المقربة من إيران هناك على استخدام الطائرات المسيرة. من جهة أخرى أيضا طائرتين من طائرات MQ-9 ريبر قد وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط بحسب إعلان رسمي تحدثت عنه طبعا تحدث عنه الجانب الأمريكي بهذه الطريقة، ونشروا صور وصول هاتين الطائرتين المسيرة بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب. قد يعتبر البعض بأنها طائرة مسيرة قد وصلت أو طائرتين وصلت لن تفرق بشيء، لا أبدا، علينا التذكر بأن هذه الطائرة هي التي استخدمت في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وبالتالي نحن لا نتحدث عن طائرات عادية مع التحشيدات الأمريكية المكثفة التي بدأنا نسمع عنها وبدأنا نراها على المستوى السوري على سبيل المثال، حيث أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا أضاف معلومة يوم أمس بأن هنالك طائرات حربية أمريكية تمت مشاهدتها وسماعها بأنها حلقت فوق دير الزور فوق مواقع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، بل إن هنالك مروحية هبطت
في إحدى القواعد المهمة الموجودة إلى شرق نهر الفرات وهي قاعدة كونيكو، وعلى متن هذه المروحية المزيد من الجنود أو عشرات الجنود الأمريكيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة التي طبعا تعتبر مقابلة لدير الزور. بالتالي نحن أمام تفاصيل مشتعلة لا تعرف الوقوف أبدا، التفاصيل هذه تزداد تحديثاتها شيئا فشيئا والجميع لا يعرف ما الذي سيجري. هل نحن أمام ضغط لاتفاق أم أننا أمام ضغط كبير وتغير في المعادلات قادم في الشرق الأوسط؟